امبارح ايضا لمحه كانت جميله، هيئه الترفيه بتقدر العازفين، بتقدر الناس اللي مش بس المطرب، ولكن احنا تعرفنا على يعني قاده اوركسترا وعازفين كبار مصريين معروفين ولكن لم ياخذوا التكريم الواجب. امبارح تم تكريم العازف الموسيقار رضا رجب، طلع وكان في تكريم له من هيئة الترفيه من سيادة المستشار، في لمحة جميلة جدا انه هي مش فكرة بس المطرب، لا في المطرب وفي المايسترو وفي الموزع وفي العازف. نشوف تكريم الفنان رضا رجب بالأمس. في لمسة تقدير رائعة وجميلة، معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لأحد كبار العازفين الحاضرين معنا هذه الليلة الأستاذ القدير والعازف الكبير الموسيقار رضا رجب. مساء الخير جميعا. سعيد جدا بهذه المفاجأة السارة وهذا الإحساس العظيم وهذا التكريم من معالي المستشار ترك الشيخ. كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار على هذه اللفتة الكريمة وهذا الكرم العظيم. شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم بخير، اشكركم. هو تكريم واحتفال بكل عناصر الموسيقى، بالهندسة الصوتية، بالعازفين، بالملحنين، بكتاب الكلمات، بكل عناصر الأغنية. زي ما بقول لحضرتك، انت امبارح بتفرج على حاجة راقية جدا. انا لو كنت قلت لك انا هعمل حفلة مكونات، تقول لي بس يعني فين الكوميرشال فاليو، فين القيمة التجارية، طب هو حد هيجي؟ حد؟ لا خلاص، احنا بنكسر هذا الامر وبيتم تقديم المواهب بشكل